استكمال المحاضرة السابقة، حقيقة بعد ما تعرفنا على أنواع المعادلات اللي نحسب من عندها كمية حرارة منتقلة عبر الكوندكشن والكونفكشن والريديشن حول جدار أو عبر جدار معين اللي هو 200 واط، وتوصلنا إلى المعادلات النهائية بشكل عام، انه ممكن نحسب كمية الحرارة المنتقلة من خلال درجات حرارة من المائع الى السطح او للوول او خلال الوول او من السطح او من الوول الى المائع من الجهة الثانية. خلينا بيناتنا علامة مساواة، وقلنا ممكن نحسب اي مجهول من خلال هذه المعادلات، وايضا رجعنا لما جمعناهم وصلنا لنفس المعادلة اللي استخرجناها بالبداية، اللي انه انا اقدر احسب كمية الحرارة المنتقلة عبر جدار يحاط بموائع من الجهتين بفرق درجة حرارة المائعين على مجموع المقاومات الحرارية اللي تتضمن مقاومتين كونفكشن يسار ويمين زائد المقاومة الحرارية للوول نفسه. هسه ناخذ حقيقة امثلة، واستعرضنا ايضا قبلها الامثله قبل الامثله الاوفرال هيت ترانسفير فير كوفيشنت وشلون نحسب. الان نجي ناخذ امثله، لو نجي لهذا الوول هنا ذا وول هاوس لبيت جدار لبيت 7 متر وايد، عرضه 7 متر هذا بالعمق وارتفاعه 6 متر بهذا الشكل، وسمكه 30 سنتيمتر او 0.3 متر من الطابوق، الكي مالته 0.6 واط لكل متر كلفن، سيرفيس تيرم بريشر بالانسايد وول هنا 16، نشوف الداخل يعني يقصد به الانسايد الداخلي داخل البيت، وخارج البيت 6 درجه مئويه، هذا بالنسبه للجدار. فايند هيت فلكس through the wall and the total heat losses through it. يشوف الهيت فلكس شقد حقيقة هنا خلاله، واحنا سبق ان اخذنا الهيت فلكس وعرقنا. يجي يشوف انه الفروق مالته بهالشكل هذا الجدار مالنا، احنا عندنا قانون فوريال يجي يحكمنا هنا Q ناقصا K في الدي تي على الدي اكس، نجي نحسب. طبعا هو تقدر تضرب المساحة مباشرة او هو مفاصلة يطلع الكيو، تقدر تطلعها بدون المساحة. الان ناقصا كي في الدي تي على الدي اكس، كي على ال الال مالنا احنا عندنا 0.3 والكي 0.6، درجة حرارة هنا راح تصير 16 اللي هي تعتبر الداخلية، ناقصا 6 بهالشكل هذا يطلع كمية الحرارة جد ناقص 20. ناقص 20 معناها قاعد تتسرب من داخل البيت للخارج، البيت قاعد يفقد كمية حرارة مقدارها 20 شنو واط لكل متر تربيع. لذلك هو هذا الفيض اللي يسمونه هيت فلكس او الفيض، شوف بعدين اذا تضرب بالمساحة يطلع لك كمية الحرارة المنتقلة الكلية اللي هي طبعا هنا لكل متر مربع 20 واط ده يفقد الجدار، هذا المقصود بالفيض او الهيت فلكس. بينما كمية الحرارة هي المنتقلة الكلية هنا ناقص من 140 واط. شوف إذا ماينس ساين indicated heat flux from inside to outside، الهيت فلكس قاعد تنتقل من داخل الجدار أو من الجدار الداخلي للبيت إلى اللي هو سماه فوق إنه هو جدار منزل أو بيت إلى الجو الخارجي أو خارج. نجي نشوف المثال الثاني نفس الشكل بس مختلف الأبعاد، هم جدار 3 متر، هنا أنا ما خليه في الحقيقة لأن نفس الشكل بس أنت ترسمه وتخلي عليه الأبعاد، 3 متر هايت 5 متر واي نفس الطريقة 0.3 متر تكنس الوول، الثيرمال كونتكتيفيتي مالته 0.9 وليس سالب، هاي سالب جايب بالطباعة خطأ بالطباعة، هي 0.9 فقط.
واطي المتر سنتيغراد. في يوم من الأيام inner and outer surface temperature of the wall measured 16.2 احتياطيا يعني ما عندنا بيهم نفس البيت نفس الجدار السابق بس هناك 3 درجات حرارة. احسب الهيت ريت اوف هيت لوسز ثرو ذا وول اون ذا نفس الطريقة تيجي تحسب المساحة السطحية 3 في 5 متر 15 متر تربيع وتستخدم قانون فورير هنا بالضبط كي هنا راح يصير في الـ A المساحة في الـ T1 الكبيرة ناقصا T2 على الأرض يطلع لك 630 واط هاي كمية الحرارة اللي قاعد يفقدها البيت أو يفقدها البيت عبر الجدار. طبعا هنا أنا يقول ممكن أحسب الـ الـ بطريقة أخرى ممكن أحسب المقاومة الحرارية لأن Q هي دلتا T عبر الجدار يور في الآر وور الآر وور إحنا قلنا الأل في الـ KA فتنحسب هنا راح يطلع المقاومة 0.022 سنتيغريد لكل وور تجي تخليها بالمقام وعندك فقد درجة حرارة بالبسط هنا راح تكون وبالتالي راح تكون هنا نفس الناتج السابق 630 واط. شوف انه شكله نفس الجدار السابق نفسه بالضبط هنا فبالنسبة لك راح تكون تجي ترسم هذا الرسم وتخلي عليه الأبعاد مرة ثانية بنفس الطريقة وتحسب. خلينا نجي ناخذ هذا المثال الثالث. Consider 0.8 متر height 1.5 wide متر wide glass windows هذا شباك glass windows زجاجي with thickness of 8 ملم هاي الزجاجة للشباك سموكها 8 ملم thermal conductivity مال الشباك 0.78 واط لكل متر في السنتيغريد determine the steady state or steady rate of heat transfer through this glass window and temperature of its inertia هنا temperature ما عندي for a day during which the room is maintained at 20 يعني درجة حرارة الغرفة 20 while the temperature of the outdoors is ناقص 10 يعني درجة حرارة خارج الجو خارج البيت ناقص 10 وبالغرفة يعني داخل البيت بالغرفة زين بالبيت او بالغرفة 20 فمعناه الجو خارج بارد جدا والجو بالداخل طبيعي. اخذ الهيت ترانسفير كوفيشنت اوف انر اند اوتر سيرفيس ال H1 10 واط لكل متر تربيع سنتيغريد وال H2 40 واط لكل متر تربيع سنتيغريد which includes the effect of radiation. هنشوف نجي هنا للجدار مهم الجدار هذا بهالشكل كبره شوية الجدار هنا نشوف انه درجة حرارة 20 درجة مئوية وبالغرفة وبالخارج ناقص 10 طبعا درجة حرارة هنا ما معلومة للجدار لا الداخلية ولا الخارجية او للشباك اللي هو غلاس الاتش هنا منطينيها 10 والاتش هنا 40 السمك 8 تخلي فتجي تخلي مقاوماتك الحرارية راح تصير المقاومة الأولى هاي الار الداخلية يسميها ار اي ما بين التي انفينيت اللي هي ال 20 والتي 1 المجهولة والار غلاس هنا
كأنه جدار عادي، والتي تو مجهولة، وهنا تي انفينيت ثاني معلومة ناقص 10، وتخلي الار اوت المقاومة الحرارية الخارجية. رسم بهالشكل هاي، يعني تحاول انه ترتب الرسم مالتك بهالشكل كأنه مجموعة مقاومات متوالية مثل كهربائي. هسه نجي نحسب المقاومات الحرارية واحدة واحدة. الار الداخلي ار كونفكشن 1 واحد على اتش 1 الخارجي الداخلي العفو في المساحة. هنا المساحة انت عندك 0.8 طول في عرض الجامع في 1.5 متر 1.2 متر. ايش عندك بعاد هنا هنا تجي تحسبها، يعني تطلع المقاومة 0.833 سنتيغراد لكل واط. تحسب الار جلاس او السمك مالته على الكي اي، طبعا انت من السمك حول المتر بس مع على الف لانه يعني بالمليمتر، وبعدين تروح تخلي الكي مقدارها وتخلي المساحه، تطلع المقاومه الثانيه ايضا ارقام صغيره للمقاومه تطلع سنتيغريد لكل واط. نشوف المقاومة الخارجية R convection 2 واحد على H2 في الـ A، أيضا تخليها هنا ما عندك مشكلة بالوحدات متجانسة، فيطلع لك هنا 0.02 سنتيغريت لكل واط. الآن تجي تحسب مجموعة المقاومات الحرارية R total R convection زائدا R glass زائدا R convection 2 والنكتوز كونفكشن عندك او ار جلاس، تجمعها مع بعض وتنتبه للجمع مالتك قبل ما يطلع خطا لان الارقام صغيره، فيطلع لك 0.1127 هنا سنتيغريد. بعدين تجي تحسب كميه حراره ستيدي ستيت، هاي اللي حكينا عنها ستيدي ستيت درسناها كيو فرق درجه حراره عبر الجدار العليا ناقص السفلى الدنيا. شوف هنا انتبه 20 هي موجب ناقصا بالقانون الثانيه ناقص 20 تي انفينيت 2 ناقص 10 خلي ناقص 10، بعدين ترى هاي راح تصير جمع يعني ناقص في ناقص هنا صدفه لان هي طلع ناقص يعني درجه حراره بالسالب، فيطلع لك كميه حراره هاي المنتقله عبر الجدار، كميه حراره المنتقله عبر الجدار. شي يقول هنا انا ما عندي درجه حراره السطح حقيقه التي 1 ما اعرفه، هو يريدها انر سيرفيس تمبرتشر، فقلت لك هنا الكميه الحراره المنتقله تقدر تعتبرها تساوي لك تي انفينيت 1 ناقص تي 1 وتساوي على ار كونفكشن، يعني احنا قلنا هذا قانون ابو المساواه، لما نعتبر كميه الحراره المنتقله تساوي هنا المقاومه الاولى ودرجه حراره المقاومه الاولى الفرق بيناتهم بين المائع درجة حرارة المائع العليا ناقصا تي 1، فتشوف اللي عندك الار كونفكشن معلومة انت مطلعها ار 1 كونفكشن منها، وكمية حرارة اساسا انت طلعتها بالواط منها، التي انفينيت 1 عندك هي 20، اذا المجهول الوحيد هو تي 1، وبالتالي اقدر اطلع قيمته بهاي العملية الرياضية وتطلع لي ناقصا 2.2 كم درجة حرارة اللي يريدها اللي هو الانر سيرفيس اللي هي اعتبرناها تي 1. شوف الانر سيرفيس هنا راح يصير، شوف الجام بارد يصير، فشوف درجة حرارة يعني الغرفة هنا يعني في وسط الغرفة مثلا مسافة شوف درجة حرارة طبيعية 20، بس بالجو البارد تجي تمسك الجامة تشوفه بارد، شوف بالسالب الجام، وهي جربوه بالشتاء شوف الجام مو دافي بارد، ليش؟ لانه السمك مالته قليل فتنتقل حراره هنا من الداخل الى الخارج وبالتالي يصير بارد. فبهالشكل هذا قدرنا نحسب درجه حراره للزجاج. نفس الطريقه نقدر نحسب كميه درجه حراره الثانيه داريد اللي هي الكيتو، ايضا نقدر نحسب.